السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فشرت معكم فيديو ديال كيفاش تفتح الجيمايل ديال القناة. شاركت معكم كذلك في الفيديو الماضي فتح قناة على اليوتيوب. جاوني رسائل في الانستغرام ديالي، الناس اللي بغاو يفتحوا الجيمايل بدون رقم هاتف وغير في التليفون. واليوم غنشارك معكم كيفاش تفتحوا الجيمايل بدون رقم هاتف وغير في الهاتف ديالكم وبكل سهولة وفي دقائق. إذا هنا كندخلوا الإعدادات. من الإعدادات كنديروا حول الهاتف، كنهبطوا لتحت كنديروا النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين. ملي كندخل النسخ الاحتياطي كنهبطوا لتحت كنديروا الحساب الاحتياطي. كاين اللي غادي يلقى الحسابات لوحده هو حساب الهاتف اللي عنده. هنا تنكليكيو على الحساب الاحتياطي، هنا كيعطينا هاد الصفحه هذه. كنهبطوا لتحت تلقاو انشاء حساب بالعربيه، غادي تلقاو انشاء حساب. هنا كيعطينا الاسم الاول والاسم العائلي، يعني كديروا اي اسم اختاريتوه. هنا اختاريت الاسم ديال الملكة، اختاريت نجاح سميتها ملكة بصحتها، هذا الجيميل تنسو تخدم به. هنا كنديرو اليوم والشهر والسنة، تاريخ الازدياد ممكن ديروه عشوائي ماشي بالضرورة انه يكون حقيقي. من بعد ما كنديرو الجنس، يعني واش ذكر او انثى. بالنسبة للاسم ملكة اللي درت ندير انثى، وغادي ندير التالي. ملي كندير التالي كيعطينا هاد الاختيارات، ممكن تختار شي واحد فيهم، ممكن دير الجيميل اللي بغيتي. هنا انا غادي نختار ملكة نجاح 455 gmail.com. هنا كدير كلمة السر، كلمة المرور، مود باس. المود باس ملي كنديروه كنهبطو كنديرو التالي. كتطلع لينا هاد الصفحة هادي، وهادي اللي المهمة انكم تركزوا عليها. بالفوق تيعطينا نديرو رقم الهاتف، حنا بغينا نديرو جيمايل بدون رقم هاتف. اذا كنهبطو لتحت كيبان لكم التخطي، كيبان لكم التالي. حنا بغينا الجيمايل برقم هاتف، اذا ما غاديش نديرو التالي باش ما يعطيناش نديرو رقم الهاتف، غادي نديرو التخطي. هذا هو الفرق اللي بين طريقة ديال انشاء حساب بالجيمايل او بدون جيمايل. الى غادي عفوا برقم الهاتف. اذا درنا التخطي، خرجت لينا هذه الصفحه هذه. وهذا هو الحساب ديالنا ملكة نجاح 455. كيعطينا هذه الصفحه اللي فيها البنود ديال جوجل، كنهبطوا لتحت كنديروا وافق، كتوافق على البنود ديالهم. اذا احنا درنا الجيميل ديالنا بدون رقم هاتف وممكن نخدمه به. كما غادي تشوفوا معايا، حنا كندخلوا الجيميل في الهاتف ديالنا. هذا هو الجيميل اللي درناه يعني جديد بدون رقم هاتف. الفرق اللي بيناتهم البلاصه اللي فيها التخطي وفيها التالي. بغينا نديرو برقم الهاتف كنديرو التالي، من غير رقم الهاتف كنديرو التخطي. اذا في بضع دقائق فتحنا حساب جيمايل بدون رقم هاتف. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك وبارطاجيو الفيديو باش كلشي يستافد. خليتكم في امان الله، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.